كنت أصغر وأشهر صحفية في مكاني في الوقت ده، وكنت لسه واخدة جايزة كبيرة خلتني أتنقل من المجلة الأسبوعية اللي كنت بشتغل فيها للجريدة اليومية. وكنت وقتها زي كل بنات جيلي، جيل التسعينات، البنت مننا أهم حاجة في شياكتها قصة الأسد. ده بالإضافة لأوبلتاتها، كل ما كانت أكبر كل ما كانت أشيك. هوريكوا صورة تانية قديمة برضو، بصوا. مين ده يا أنا؟ ده جدوكوا علي. شكله عامل كده ليه؟ شكله بيضحك. بس لعلموكوا جدوكوا علي بيضحك دلوقتي، بس ساعتها كان أشيك واد في روكسي، قصدي كان أشيك واحد في التسعينات.
تملوتي بصراحة، أنا قلت لك مش عاوزة أكلم البني آدم ده، وأنا عايزة أكلمك كده بصراحة. إحنا بقينا أهلي دلوقتي، الواحدة لما بتزعل من جوزها بتغضب عند مين؟ عند باباها، عند أخوها، وأنت دلوقتي زي أخويا. أنا بصراحة عجبتني القعدة عندك، الفيو حلو ويريح الأعصاب، والفيلا شرحة وبرحة، فأنا يعني بليز عايزة أقعد عندك فترة كده، ومش عايزة أرجع للبني آدم ده تاني. أيوة يا منال، أنت زعلتي؟ طب ما تزعليش، يا ريت انا اللي جبت طلبات البيت بدالك. يو نو، لو لا قدر الله لا قدر الله يعني رجعتي بالسلامه، مش هخليكي تجيبي طلبات البيت تاني. طلبات ايه يا ابني؟ طلبات ايه؟ مراتك مخطوفه، انت فاهم انها في السوبر ماركت. اعذروني يا جماعه، فيرست تايم اتحط في موقف زي ده. طب انجز بقى، عشان لو مراتك خلصت من الخطف هيجيلها شلل منك. هات التليفون والنعمه اتخانقوا يا بنط. اديني جوز مدام هبه. لا يا فندم، ده مش موجود ومش مهم اساسا يبقى موجود. مش موجود ومش مهم يبقى موجود. اني علي طول عمري كده واقع من قعر القوف، مفيش يا رب حد عايز يكلمني ولا يسأل عني. ولا يهمك يا جميل، خلي المكالمة دي عندنا يا خدشي. مؤاخذة يا بص، عموما انا كده عملت اللي عليا وعداني العيب. مطلوب منك حاجتين بقى. ايه هما؟ اول حاجة البوليس يبقى بعيد. ايوه بس احنا بلغنا الشرطة خلاص. ليه بتقوله ليه؟ الشرطة دلوقتي هو عارف ان الخط متراقب. على فكرة هو سمعك، الخط مش متراقب. افتح السبيكر خلينا كلنا نسمع. يقولوا ايه؟ هو اكيد علي جوزي، ما بيتبلش في بقه فولة. عجبك كده اللي جوزك عمله ده؟ انا خلاص جالي اكتئاب من اللي سمعته. يا سلام، جالك اكتئاب من دي وما جالكيش اكتئاب ان احنا مخطوفين اصلا. يا اختي هكتئب من ايه؟ هو في حد يكتئب من القعده الحلوه دي؟ ده احنا فاضل لنا بس فقره السحر والتنوره وتبقى القعده اخر منجها. تكخيبه. طب بص بقى كده من الاخر، انا لا بيهمني شرطه ولا دي اول، انا هاخد على كل راس نص مليون جنيه. راس ايه يا صملوتي؟ راس ايه؟ هو انت يا حبيبي بتبيع مواشي؟ وبعدين نص مليون ده كتير قوي، يعني كده اجوازاتنا يطلقونا اوفر. طب انا هجيب نص مليون جنيه فديه منين دلوقتي؟ اطمن يا علي، والله العظيم انت ابن حلال وربنا بيحبك. استاذ جميل لسه قايل لي من شويه ان هو ممكن يدفع من مليون ل10 مليون. الحمد لله. صحيح يا جميل؟ لا طبعا مش صحيح. لكن ليه الكلام اللي فيه ده؟ ايه؟ انا يا دوب مرتب على قدي، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. يا سلام، وعيلتك الكبيره والاراضي اللي تسد عين الشمس راحوا فين؟ يا كمية، ايوه الكلام ده بيتقال في المناسبات اللي زي دي. مناسبات يا جميل؟ هو انا مراتي بتتجوز؟ دي اتخطفت. يا علي انا بقدر موقفك، بس هعمل ايه؟ ما باليد حيله. يعني انتوا مش جايين تساعدوني؟ بصراحه لا، انا كنت جاي اسلم وماشي. وانا شرح بقولك يا علي، يعني اذا حصل وانك ما قدرتش تدفع الفديه والعصابه قتلت مراتك، انا مستعد اخلي النقابه تعمل لك الخرجه. غور يا جميل، غور يا جميل، وصراطك عندي انا. غوريا، عاجبك اللي بيحصل ده كمان؟ لا طبعا، انا مصدومه. استغفر الله العظيم يا رب. والنبي يا علي، المرحومه كانت سالفه مني 250 جنيه، ممكن تردهم لي؟ غوريا سامح. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، وانت عاب بتعمل ايه؟ انا كمان مراتي مرحومه. الله يرحمهم جميعا بقى. نص مليون ايه يا صملوطي؟ قليل مش كده؟ قليل ايه بس يا بابا؟ اكيد مش قليل. اذا اردت ان تطاع فاطلب الفدية بما هو مستطاع. وبعدين لو كان على جوازاتنا يدفعوا نص مليون علشان نتخطف، وبعدين تخطفنا غلط يا صملوطي، غلط. طب اقولك يا صملوطي، انا عندي فكرة حلوة قوي. احنا ندفع لك تقديمة كده على مقاسهم، وبقيت المبلغ نقسطه كل شهر حاجة بسيطة، وخد علي كل التعهدات، امضي لك على كمبيالات، تاخد وصل النور، فاتورة الكهرباء، فاتورة الغاز. ايه العسل ده؟ انا خاطف طقم ثلاجات. بقولك ايه يا ماما، الفلوس هتدفع وتوتو على كبوته ولا ايه؟ ايه ده، ايه ده توتو كبوته؟ ايه الكلام ده؟ لغتك بقى سوقية قوي يا صملوطي. فعلا مستوى الحوار انحدر قوي. اصلها استفزتني يا مدام، شكلكوا كده ما اكلتوش حاجه من الصبح وعلى لحم بطن. ايه رايكم بقى نطلب اكل ويبقى عيش وملح مع بعض؟ عيش وملح؟ عليا النعمه، انت خاطفنا مش عازمنا على الغدا ولا طالعين رحله. منها لله الافلام والمسلسلات اللي خلت الخطف بقت حاجه وحشه. شوفوا هتاكلوا ايه عشان نطلب لكم دليفري. عمو انا عايزه السوشي. وانا اذا كان ولا بد يعني انا هاخد سمك وجمبري. يعني سوشي برضه. وانا عايزه بيكاتا بالشامبليو وفطيره سجق. بس كده؟ ممكن نحلي كريم كراميل.
وانت مش هتطلب حاجه لنفسك؟ لا لا انا عامل دايت، بس ممكن انا معاك. ممكن استاذن حضرتك بس ان انا يعني بقالي كاتمه في نفسي شويه، ممكن الحمام؟ ايه ده؟ رايح فين؟ رايح فين يا زملوتي؟ ايه اللي رايح فين؟ داخل الحمام طبعا. طب حبك دلوقتي يعني؟ اتفضل اتفضل ادخل. لا ما احنا هنتفضل سوا. هو ايه اللي نتفضل سوا؟ هو حمام التلات؟ عايز افهم لحضرتك حاجه، من قواعد اللعبه عندنا ان رجلي على رجلك في اي حته انت رايحاها. اتفضل. اه لا لو قواعد اه اتفضل اتفضل. لا والله انت الاول اتفضل. حمام الحانة يا زملوتي. زملوتي اسمك كده. كده يا اختي. كم يا سيدي فضفض مع جعش سمسو؟ انت واثق من الكلام ده؟ اه طبعا. بس ده كتير ايه؟ تليفون غريب. الو؟ ايوه زعلي. انا صملوطي. ايوه يا صملوطي. انت فين يا صملوطي؟ انا عمال ادور عليك من بدري. جهزت الفدية؟ لا يا صملوطي. مفيش فدية. يعني ايه مفيش فدية؟ يعني اللي سمعته. واعلى ما في خيلك اركبه. هتدفع انا هتدفع، لالا مراتك مش هترجع. طب مش دافع وان شاء الله عنها ما رجعت. وبقول لك ايه كمان، انا معايا الشريف جوز منال وشعبان جوز. وانت مراتك اسمها ايه؟ اهيبه. ايه؟ اهيبه. اهيبه اهيبه. وكله مش دافع، ايه رايك بقى؟ كلب حيوان. هو مش عايز يدفع؟ ايوه. طيب قرب التليفون كده. ايوه يا علي، يعني ايه مش عايز تدفع؟ ادفع ايه يا انجي؟ ده عايز 500,000 جنيه. انا هدفع فيك 500,000 جنيه؟ طب خليه يهزهم شويه.